نشرة الظهر. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. اليوم افتتاح دورة نيابية العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب 24 و2025. في النشرة مواكبة لفعاليات المؤتمر الدولي العربي للذكاء الاصطناعي في التعليم. صابة واعدة لزيت الزيتون هذا الموسم، ومواطنون يطالبون بأسعار تتماشى ومقدرتهم الشرائية، محور تقرير في النشرة. في ملف الشرق الأوسط، أكثر من 90 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض في مجزرة إسرائيلية مروعة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وجيش الاحتلال ينفذ عملية توغل هي الأعمق منذ بدء عملياته البرية في لبنان، وحزب الله ينتخب نعيم قاسم أمينا له. في تفاصيل النشرة، افتتح مجلس نواب الشعب اليوم دورته النيابية العادية الثالثة 24 و2025، وتم خلال الجلسة العامة تأكيد على ضرورة الاستجابة لتطلعات التونسيين ودعم الاستثمار والانطلاق في ثورة تشريعية جديدة. كما تنظر الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية. التفاصيل في سياق المراسلة التالية لمبعوثة الأخبار إلى المجلس سمية الفرجاني. بحضور 130 نائبا، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة صباح اليوم عن انطلاق الدورة النيابية العادية الثالثة للبرلمان. بودربالة قال إن هذه الدورة هي موعد متجدد لتأكيد إصرار النواب على الاستجابة لتطلعات التونسيين، مشيرا إلى تحديات عديدة مطروحة، ومنها النظر في ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 25 و2000. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أيضا أهمية النظر في تشريعات جديدة كمجلة الصرف وضرورة خلق الظروف المناسبة للاستثمار مع التعويل على الذات. خلال الجلسة العامة اليوم، جدد مجلس نواب الشعب إدانة تونس وبشدة العدوان الصهيوني على غزة ولبنان. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة التي يحضرها وزير الاقتصاد النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي. ومن المنتظر أيضا الإعلان عن تغييرات في الكتل. سمية الفرجاني، مجلس نواب الشعب للإذاعة الوطنية. بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية، افتتحت اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر الدولي العربي للذكاء الاصطناعي في التعليم، تنظمه على مدى يومين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة محمد الجمني أكد في تصريح لنجاة حسن العمل على إعداد ميثاق عربي يضمن توجيه الذكاء الاصطناعي نحو جودة ومنظومة التعليم، معلنا إطلاق برنامج تدريبي كبير هو مشروع مهارة الابتكار. مشروع مهارات الابتكار، ما يسمى بسكيلز فور انوفيشن، هذا برنامج تدريبي كبير يحتوي على عدة مواد وعدة محتويات تهم الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيات الحديثة، الرياضيات، وعدة مواد محتوى تدريبي متكامل. وشرعنا عن طريق مركزنا، مركز الترجمة في دمشق، في ترجمة هذا المحتوى باللغة العربية. من جهته، أكد المهندس في مؤسسة جوجل عماد زيتوني أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يساعد في فتح آفاق تشغيلية جديدة، كما يمكن من تحسين المستوى التعليمي للناشئة. هو في أي تكنولوجيا راهي أي حاجة جديدة فيها الباهي والخايب، برشا حاجات باهية في الذكاء الاصطناعي اللي تنجم تعلم الصغار ولا حتى الجيل الجديد تعلم الشغل بالآلات هذية، ونيو ترينينج، ونجموا في حد ذاته نحلوا مجالات أخرى متاع الشغل اللي كانت مش موجودة قبل مع السوشيال ميديا ومع الكونتنت كرييشن، وكل هذية بحد ذاته تنجم تكون تطور التعليم زادة. فما برشا كل واحد والطريقة متاعه متاع التعليم، فما
الخوصة نتاع الموديل هذوما ينجموا يعملوا الخوصة يختصوا في ميادين معينة ويعاونوا في سكويز معينة. في جيميناي الوقت الحاضر فما 5 أداءات كيفاش نعملوا التربية والتدريب كيفاش يعاونوا حتى واحد كل واحنا مؤخر في القراية ولا يحب يتعلم أكثر ولا يحب يتخصص أكثر كيفاش الموديل هذوما يعاونوه. الذكاء التوليدي ينجم يعاون حتى الأستاذ كيفاش يختار المواد اللي تعلمها كيفاش حتى يعمل الإيفالواسيون تاع التلامذة بطريقة رقمية. أكثر من 240 مشروعاً نسائياً باعتمادات تفوق 3.1 مليون دينار تم اليوم إسنادها لعدد من النساء بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. مشاريع تشمل الدفعة الثالثة من إشعارات الموافقة على تمويل المشاريع المحدثة في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات خلال السنة الحالية، كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي أمال بن علي تتحدث. دفعة هذه تضم 241 مشروع نسائي متناهي الصغر ومشاريع صغرى متوسطة باعتمادات جملية ناهزت 3.1 مليون دينار في قطاعات متعددة. 47% من هذه المشاريع قطاع الخدمات، 41.5% في المهن الصغرى، وعرفت الشريحة العمرية اللي ما بين 18-45 سنة عدد كبير في 83%. 40% أيضا من هذه الدفعة من حاملات الشهادة العليا. اليوم نوصل لعدد جملي لبرنامج رائدات في غضون سنتين 5151 مشروع متناهي الصغر ومؤسسات صغرى متوسطة لنساء آمنا بحظوظهن، اخترنا المبادرة الخاصة واخترنا القطعة مع البطالة من خلال التمتع بامتيازات البرنامج الوطني رائدات اللي هو معروف 10,000 دينار بدون فوائد أو تمويل ذاتي لمشاريع تصل قيمة قروض فيها إلى 300,000 دينار مع البنوك الشريكة اللي هم البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، بنك تمويل مؤسسات صغرى متوسطة. صدر مؤخرا بالرائد الرسمي أمر من وزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية. فمن هم المعنيون بهذا الطرح وما هي شروط وكيفية التمتع به؟ المستشار الجبائي محمد صالح العياري يوضح. إمكانية الطرح الكلي أو الجزئي لخطايا التأخير الأشخاص المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير لك الاشتراكات التي لم يتم دفعها، شريطة خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2025. والاشتراكات غير المدفوعة لهنا الفصل الأول يقول إلى حدود الثلاثية الثانية، كل واحد حسب إمكانياته. بالنسبة لأنظمة الضمان الاجتماعي للعمل والأجراء في القطاعي الفلاحي وغير الفلاحي أعطاهم 3 فرضيات. أما الطرح كلي وآلي بمبالغ خطايا التأخير، شريطة دفع المبالغ المستوجبة في أجل 3 سنوات. فرضية ثانية طرح جزئي وآلي بنسبة 75% وضبط رزنام الدفع على 4 سنوات حتى 5 سنوات. وقتها طرح جزئي في حدود 50% فقط، شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين وفق رزنام الدفع لمدة أقصاها 5 سنوات. العمل غير الأجرة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، طرح كلي وآلي لمبلغ خطايا التأخير على 5 سنوات. يهم كذلك الأشخاص المنتفعين بنظام عفو جبائي سابق مازالوا ما كملوش خلصوا الدين نتاعهم. قدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية صابة زيت الزيتون لهذا الموسم ب 340 ألف طن، صابة وصفت بالممتازة. ليطرح السؤال حول إمكانية انخفاض أسعار زيت الزيتون في الأسواق التونسية مقارنة بأسعار السنة الماضية التي اعتبرها المواطن التونسي مرتفعة مقارنة بمقدرته الشرائية. سامي العرفاوي تطرق إلى هذا الموضوع في الورقة التالية. يتوقع أن تصل صابة زيت الزيتون لهذا الموسم إلى 340 ألف طن وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية، التي أكدت أن موسم جاني الزيتون سينطلق بداية من غرة نوفمبر المقبل. وتراوحت أسعار زيت الزيتون الموسم الماضي في الأسواق التونسية بين 24 و 25 دينارا للتر الواحد، أسعار اعتبرها عدد من المواطنين مشطة مقارنة بمقدرته الشرائية. وجود توا غالي برشا، فما ذاك الزيت
15000 على قليله. كيف باش يصيبوا الناس على هواه ما وصل حتى ل 27 عمي. مانيش خلط عليه زيت زيتون. احنا بلاد الزيت معناها نورمالمون عندنا الاكتفاء الذاتي نتاعنا. نتصور 15 16 باهي. انا ماذا بيا فهمني الحاك يهبط قرار ما يفوتش 20 20 دينار سوم معقول للناس الكل. المكلف بالتجاره الداخليه والمغاربيه والتسويق بالاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري انور حراثي اكد ان اسعار زيت الزيتون حره تخضع للتسعير العالميه، مطالبا بمواصله الاعتماد على التسعير التي اقرتها الحكومه السنه الفارطه والمقدره ب 15 دينارا للتر الواحد التي يتم توزيعها في المساحات الكبرى. بالنسبه للاسواق الداخليه احنا قلنا في الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري قلنا انه من حق التونسي انه يستهلك منتوج بلاده باسعار تفاضليه. صارت تجربه عملول تعليمات من السيد الرئيس وصار جلسه مؤخرا في افتتاح الموسم في وزاره الفلاحه وتعهد الديوان الزي التواصل في نفس البرنامج باش تكون في حدود ال 15 دينار. وللإشارة تعتبر تونس المنتج الثاني لزيت الزيتون عالميا بعد الاتحاد الأوروبي، كما تم تسجيل تطور في عدد العلامات التجارية التونسية ليبلغ أكثر من 60 علامة. وفي نفس الإطار حققت تونس رقما قياسيا جديدا بالفوز ب 15 جائزة لزيت الزيتون البكر الممتاز في المسابقة العالمية للمجلس الدولي ماريو سوليناس لسنة 24 و2000. على صعيد وطني آخر يشارك وزير الشؤون الاجتماعي الهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال دورة العادية 19 للمؤتمر الوزاري ودورة العادية 23 لقمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا اللتان تنعقدان بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أكتوبر الجاري بالعاصمة البوروندية. ويعقد الوزير على هامش الأشغال اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الأفريقية المشاركة لاستعراض العلاقات القائمة معها والتداول في مواضيع تتصل بالأمن والسلم في المنطقة، كما سيلتقي بعدد من التونسيين أرباب العمل في بوروندي. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في تواصل للمجازر الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني استشهد اليوم لا يقل عن 100 فلسطيني في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم على قطاع غزة، أكثر من 90 منهم شمالي القطاع. مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع إسماعيل الثوابتة قال إن أطنانا من المتفجرات والصواريخ المحرمة دوليا أطلقها جيش الاحتلال على منزل من 5 طوابق لعائلة أبو ناصر في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع أسفرت عن استشهاد أكثر من 90 فلسطينيا. هذه العمارة مكتظة جدا بالأطفال والنساء والنازحين في هذا المكان، إضافة إلى وجود 40 من المفقودين. ما زال الأهالي وما تبقى من أفراد جهاز الدفاع المدني يبحثون عن هؤلاء المفقودين، إضافة إلى عشرات الإصابات التي تصل إلى ما تبقى من مستشفى كمال عدوان الذي توقف عن الخدمة. جميع الجرحى الذين يصلون إلى هذا المستشفى سيكونون في عداد الشهداء، لذلك نحن نطلق نداء استغاثة عاجل بضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة وإدخال وفود طبية بشكل فوري وسريع. هناك العشرات من الجرحى، لا يوجد أطباء يستطيعون أن يجروا عمليات جراحية لهم، وبالتالي هناك كارثة إنسانية حقيقية هنا في قطاع غزة وتحديدا في منطقة بيت لاهيا. إسماعيل الثوابتة أكد أن لا مستشفيات تعمل في منطقة شمال قطاع غزة وأن المنظومة الصحية انهارت فيه بالكامل مع عجز مستشفى كمال عدوان على إسعاف عشرات المصابين بسبب نقص الإمكانيات. نؤكد أنه لا توجد مستشفيات تعمل مطلقا في محافظة شمال قطاع غزة. شمال قطاع غزة انهارت تماما المنظومة الصحية. جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل المستشفيات الأربعة في شمال قطاع غزة، إضافة إلى اعتقال العشرات من الأطباء والطواقم الطبية ومنعهم من الدخول في هذه المستشفيات. وهذا الأمر يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي لديه النية المبيتة بارتكاب كل يوم مجازر في محافظة شمال قطاع غزة. وإزاء الوضع الكارثي في شمال قطاع غزة طالب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابت المجتمع الدولي بإرسال وفود طبية عاجلة من أجل إعادة تشغيل المستشفيات شمالي القطاع.
نحن نطالب العالم الآن بإرسال وفود طبية عاجلة من أجل تشغيل المستشفيات في شمال قطاع غزة ودعم الطواقم الطبية وتمرير سيارات للدفاع المدني حتى تستطيع وتتمكن من إنقاذ الأرواح جراء هذه المجزرة وغيرها من المجازر القادمة التي سوف يرتكب الاحتلال الإسرائيلي. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية توغل جيش الاحتلال بأعداد كبيرة من الدبابات عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام في أعمق نقطة يصلها منذ بدء عمليته البرية في جنوب لبنان. كما أطلقت قوات الاحتلال إنذارات لسكان 16 قرية جنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لقصفها، مؤكدة في الأثناء رصد إطلاق 50 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى والجليل الغربي ومقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان في معل الترشيحة بالجليل الغربي. على صعيد آخر، أعلن حزب الله اليوم انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له خلفا للشهيد حسن نصر الله في وقت قدم فيه لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، مناشدا المجتمع الدولي تقديم المزيد من المساعدات العاجلة لحماية البنية التحتية الصحية. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تفكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اليوم افتتاح الدورة النيابية العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب 24 و2025. في النشرة مواكبة لفعاليات المؤتمر الدولي العربي للذكاء الاصطناعي في التعليم. صعبة زيت الزيتون الواعدة وتذمر المواطن من ارتفاع أسعار زيت الزيتون كانت محور تقرير في النشرة. في الشرق الأوسط أكثر من 90 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض في مجزرة إسرائيلية مروعة شمال بيت لاهيا، وجيش الاحتلال ينفذ عملية توغل هي الأعمق منذ بدء عملياته في لبنان، وحزب الله ينتخب نعيم قاسم أميناً عاماً له. شكراً على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.